والنهارده بمناسبه اليوم العالمي للهيموفيليا حابه اتكلم عن الموضوع ده. ايه هي الهيموفيليا؟ الهيموفيليا ده مرض وراثي جينيتك اكس لينكد ريسيسيف ديزيز او مرض وراثي بيصيب اكتر الاطفال الذكور من الاناث نتيجه انه بيجي عن طريق ديفكت في جين من الجينات الموجوده على الاكس كروموزوم، فبالتالي بيجي في الولاد اكتر لانه عندهم اكس كروموزوم. بتتشخص ازاي؟ عن طريق بعض الفحوصات بالدم اللي بتحدد نسبه التجلط عند الطفل وان هو عنده في مشكله في التجلط، وبتحديد نسبه نقص في عامل التجلط سواء فاكتور 8 اور 9 او other factors. التريتمنت بتاع الهيموفيليا مينلي بيبقى عن طريق السبلمنتيشن بالفاكتور اللي فيه نقص عن طريق الاي في ترانسفيوجن علشان يدي للطفل بروتكشن اثناء اي عمليه جراحيه او اي بروسيجر في بليدنج، او ان هو يبقى على طول سبلمنتد ريجولرلي از ا بروفيلاكسيس كوقايه علشان ما يحصلش اي نزف. In the International Day of Hemophilia that we observe in the 17th of April every year, we try to raise the awareness about this condition to get the information to more people and get the proper diagnosis and management and to have a better lifestyle if they have this condition. Thank you very much.